شباب احنا وين؟ احنا في الماشين ليرنينج، تمام. بدينا بالكلاسيكال ماشين ليرنينج، دخلنا في موضوع السوبرفايزد، شفنا الكلاسيفيكيشن وشفنا الريجريشن، شفنا ديسيجن تري من هنا، تمام، وشفنا الالجوريثم اللي هنا اللي هو برضه ديسيجن تري. الان انا ممكن انه انا عشان اقفل موضوع supervised machine learning في الكلاسيكال ماشين ليرنينج، انه انا بدي اورجي لك كيف انه انت تستخدم خوارزميات تانية، وبعديها بتصير انت بتستخدم خوارزميات زي ما بدك. نفس الطريقه، بتطلع على الدوكيومنتيشن، بتشوف ايش هي الخوارزميه، بتشوف كيف انه تستخدمها في الكود، فبالتالي بتستخدم عده خوارزميات عشان نقفل موضوع السوبرفايزد ماشين ليرنينج وننتقل لموضوع الانسمبل ميثود، تمام. طيب كيف بدي انا اختار خوارزميه؟ فبدي اروح على الويب سايت تبع الاسكي ليرن دوكيومنتيشن تبعه، تمام. حتلاقي في الصفحه الرئيسيه انت في عندك هنا كلاسيفيكيشن، وهنا في عندك ريجريشن، تمام. فممكن تفتح في الكلاسيفيكيشن وتلاقي في عندك خوارزميات عديده سبورت فيكتور ماشين، تمام. بقول لك انت ممكن تستخدمها في الكلاسيفيكيشن وفي الريجريشن. في عندك امثله، في عندك ستوكاستيك جريدينت ديسنت، ممكن تستخدمها في الكلاسيفيكيشن والريجريشن. هذه SGD حتلاقيه انه حيرجع يمر علينا مره ثانيه، لانه هذه عباره عن سيرش ميثود، تمام. هنا السيرش ميثود انه هي بتدور على اللاين اللي بيفصل بين البيست لاين اللي بيفصل بين الكلاسز في النيورال نتوركس. هتلاقي انه هي عباره عن عمليه سيرش للويتس اللي بتجيب لي اقل ايرور، تمام. هاي النيرست نيبرز، تمام. الجاوشيان بروسيس، نايف بايس، حكينا انه هذا من ضمن الخوارزميات اللي انت ممكن تستخدمها. فممكن نستخدم الجاوشيان نايف بايس، تمام. هيو عامل لود للايريس داتا سيت، وين موجود هو؟ اسكيلر نايف بايس جاوشيان ان بي، تمام. وهنا بس مجرد انه انت بدك تستخدم يعني هذه الخوارزميه، انت عندك نفس هاي نفس هذا النوت بوك عند الخطوة تبعت، ممكن احط لك اياها انه try gonna from scalar naive import Gaussian NB normal distribution. هو بيعمل assumption انه الunderlying distribution تبع الداتا انه Gaussian normal distribution، بغض النظر انه هذا الassumption صح ولا لا، تمام. لانه انت في عندك نسخه من الخوارزميه هذه بتعمل estimation شو الdistribution تبع البيانات، وعلى اساسه بتروح بتعمل distribution خاص بالبيانات هذه لما انه هي تبنيها. لكن في كل الاحوال النورمال ديستريبيوشن ات وركس سربرايزنجلي ويل فور يعني انه لاغلب البيانات. فبعرف اوبجكت منه نفس الخطوات السابقه nb.fit بديله x train y train. باقي الخطوات للبريدكشن والكلاسيفيكيشن ممكن انه انت تعيدها نفس الاشي بالضبط، تمام. يبقى عندك البريدكشنز بتساوي، خليني اعمل هذا run all من البداية،
هذا كلام NB naive bias prediction. وبعديها الـ accuracy هذه already imported، يبقى الـ accuracy score برجع بحسبها مرة ثانية 86%، مختلف عن decision tree 93%. وإيش كمان الـ classification report ممكن إن احنا نشوفه لهاي الخوارزمية. تمام، فطلعت النتيجة انت عندك مختلفة، بتختلف حسب الالجوريثم. تمام، فهي الطريقة اللي انت ممكن ان انت تجرب فيها اكتر من الالجوريثم، سواء كان classification او regression. وفي الدوكيومنتيشن زي ما ذكرت لك انه انت ممكن تطلع على الخوارزمية هذه اذا هي بتنفع للكلاسيفيكيشن او للريجريشن، زي ما هو مذكور انه هنا SGD بتنفع للكلاسيفيكيشن والريجريشن، هنا كلاسيفيكيشن والريجريشن. لاحظ انه النايف بايس مش ذاكر هذا الكلام، ذاكر انه هي عبارة عن بتشتغل فقط مع الكلاسيفيكيشن. ديسيجن تري بتشتغل مع التنتين، لانه هتلاقي ديسيجن تري كلاسيفاير، ديسيجن تري ريجريسور، اي حاجة. وهنا نفس الاشي بالنسبة للسبورت فيكتور ماشين، هتلاقي سبورت فيكتور ماشين كلاسيفاير، سبورت فيكتور ماشين ريجريسور، ونفس الشيء بالنسبة للنيرست نيبورز. فهي الخوارزميات هذه كلها انت ممكن انه انت تجربها وتجرب يعني اكثر من خوارزمية وتقارن الاكيوريسي تبعت المودلز تبعتك، ونفس الموديل نفسه ممكن انه انت تعاير الموديل وتعمل له تيونينج. هيك بنكون انه احنا خلصنا يعني جزئية الكلاسيكال ماشين ليرنينج. الكلاسيكال ماشين ليرنينج سواء كان سوبرفايزد عفوا كلاسيفيكيشن او ريجريشن. اوكي،